الاسم ديالي أسامة بايوا. أنا خلقت هنا في هذه البلاصة، هذه دوار المار على الرمل. الوالد ديالي كان كيفلح خضروات، كنمشي كنخرج مع الوالد نشوف معاه الفلاحة وكنعاونو في الفلاحة ومن الخضروات، من الفلاحة ديال الخضروات اتجهنا لهذا الميدان ديال الفواكه الحمراء وبالخصوص الفريز. ومن بين الآفات اللي كنت تعرضت لها هي الدروزوفيلا. من بعد ملي جا المشروع ديال فريزنا خدموا معايا على هاد الدروزوفيلا، عطاوني واحد تجربه ديال اللي هي تقليديه وسهله، وهاد الطريقه هذه مكنتني انني نتفادى واحد تقريبا واحد الخسائر ديال 20%. يعني فات 3 سنين اللي تعاملنا مع فريزنا تعلمنا بزاف ديال الحوايج اللي كتعود ايجابيه على الفلاح. كيجمع الفلاحه، يعني تقريبا ملي بدا المشروع تقريبا كل اسبوع كنتجمعوا وكنتعرفوا على الفلاحه، كنتبادلوا الاراء، كنتبادلوا التجارب، وجاو عندنا خبراء في التجارب هادو، درنا دروس عندهم وجاو عندنا للضيعه شرحوا لنا داك الشيء بطريقه احسن. من بين الاعمال اللي كيقوم بها فريزنا هو السويفي باستمرار مع الاستاذه نبيله، كتراقب معنا الكونتور ديال الماء. داروا لنا واحد الكونتور يعني باش نبقاو نحسبوا يعني الديبي اللي كان سيلكو في الماء. بقيناش كنضيعوا الماء بزاف، بقينا كنعرفوا امتى او وقتاش نسقيو وقتاش ما نسقيوش. من ما بين التجارب اللي قمنا بها ليريغاسيون يعني السقي والتنقيط، الاسعافات الاوليه، الكومبوستاج، الطاقة الشمسية، بديت بالأشياء البسيطة، كنقيد العمال، من بعد بديت كنكبر شوية الأفكار، وليت كنخدم شوية بالمبيدات البيولوجية، مبقيتش كنضيع الأسمدة بزاف. مشروع فريزنا وخاصة دانون كيبغيو يوصلوا لنا أننا كفلاحة خصنا نكونوا يد في يد ما بيناتنا ونتعاونوا باش تكون استمرارية في استمرارية الفراولة في المغرب على المدى البعيد. مشروع فريزنا استفدنا منه كثير.